السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سمدي. هالنهار إن شاء الله غنقدمو واحد الحلقة ديال طريقة جديدة، وهي بالفعل طريقة جديدة لتسمين صغار الأرانب في زمن قياسي. طبعا كل مربي أرانب يريد الربح السريع و يعني ارتفاع عدد الخلفات وارتفاع الميزان بالنسبة للصغار، أي في سن التسمين. كما كتشوفوا معايا هذه القرعة اللي داير فيها واحد يعني المادة اللي هي فايت سبقت لي هضرت عليها. المهم أن في هذا الموضوع كاينة طريقة جد فعالة وهي الحلبة. الحلبة ففي المواضيع السابقة كنت تحدثت على الحلبة يعني وفوائد ديالها في التسمين، يعني بالنسبة لجميع الأعمار، يعني إما الكبار إما الصغار إما الحوامل إما العشار، أي سن. والطريقة اللي كنت قدمتها وهي حبوب الحلبة مع الماء، يعني كتشدوا حبوب الحلبة. حبوب الحلبة معروفة راه رخيصة في الثمن، ممكن أن تشريو غير جوج دراهم، راه كتضربكم شحال، كتباع بالكاس. ممكن أنكم ديروها مع الماء، ولكن هذه الطريقة هذه لقيت فيها بعض السلبيات، وهي أن الماء كيطلق واحد الرائحة يعني كريهة. راكم عارفين ريحة الحلبة هي خدامة فعالة، ولكن هذيك الرائحة الكريهة كتجعل يعني كيتبدل بعد اللون ديال الماء، وخاصكم كل النهار تبقاو تبدلوه لمدة 4 أيام، يعني كاين واحد العناء. أما الطريقة اللي جبت لكم جديدة إن شاء الله هي الطريقة ديال اليوم، وهي جد سهلة وما كتخليش الرائحة في المكان، يعني باش ممكن أن الأرانب ينفروا من هذيك الرائحة. هذه الطريقة وهي أننا نشدو هذيك الحلبة ونطحنوها، ونسحقوها في مولينيكس عادي، يعني نطحنوها. كيفاش كتولي؟ كتولي بهذا الشكل هذا. عفوا نحل هذه القرعة، يعني كتولي غبار. ها انتم كما كتشوفوا غبرة، انتم كما كتشوفوا هي غبرة هكا. إذا هاد الحلبة هذه منين كتولي غبرة، شنو كنديروا لها؟ ماشي كنديروها مع الماء، لا، كنشدوها وكن كن 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 نخلطوها مع كيلو ديال الخبز الجاف مطحون حتى هو. يعني مثلا هذا الخبز ها هو كما كتشوفوا، هذا الخبز خبز جاف مطحون، ثم مطحون نطحنوه باي طريقه، ممكن انه يكون عندكم روبو او مهراز او اي حاجه. راني عندي حلقات سابقه وريتكم كيفاش يعني طحنوا هذاك الخبز. المهم ملي تشدوا الخبز ديروا كيلو ديال الخبز، خلطوا معاه ملعقه كبيره ديال يعني ديال الحلبه مطحونه بهذا الشكل، يعني معلقه من هاد الحلبه المطحونه، ملعقه من الحلبه المطحونه. ممكن انكم تخلطوها مع كيلو ديال الخبز حتى هو مطحون. يعني ملي كتخلطوهم غادي تلاحظوا ان الارنب ما كيعيقش بهذاك المذاق ديال الحلبه، وما كي هذيك الحلبه ما كتنفخش بحال اللي درناها في الماء. يعني ملي كنديروها في الماء كتنفخ وكتعطي واحد يعني واحد الرائحه كريهه. اما بالنسبه لهذه الطريقه هذه كونوا متيقنين ان الارنب ما كيعيقش بها، ما كتخليش الرائحه في المكان، ما كينفرش منها. ممكن يوقع ان العمليه ديال التسمين كطرا بواحد واحد واحد الشكل اكثر من ملي ما ديروها في الماء. اولا الحلبه فاتحه للشهيه، يعني كتفتح الشهيه. ثانيا كيتسمن، يعني كيبان لكم باللي الوزن ديالو كيتزاد بواحد الطريقه، يعني سبحان الله. يعني الحلبه يعني شي حاجه يعني هي
كتعتبر حتى مضاد حيوي، ممكن انكم تطحنوها مع 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 تعطيوها لهم عاوتاني مع مع الثومه، عاوتاني كذلك راها واحد المضاد حيوي جد جد فعال. يعني الثومه راه كاين الناس اللي كيكرموها وكيطحنوها وكيعطيوها الارانب ديالهم مع مع الحلبه مطحونه. كونوا متيقنين ان الحلبه مطحونه مع الخبز جاف كيعطي واحد النتائج، انا راه بالتجربه هذه عطيت واحد النتائج يعني جد جد مفرحه ان شاء الله. القضيه ديال ديال الحبوب مع الماء مزيانه حتى هي، غير هي فيها شويه ديال العناء وكتخلي واحد الرائحه، لان شحال لي كومونتير جاوني قال لك باللي راه عندنا واحد لهذه الحلبه كتخلي كتنفخ في وسط الماء، وفعلا هي كتنفخ في وسط الماء وكتطلق واحد الرائحه يعني كريهه. وفعلا هذا انا كنقول للناس عندكم الصح. اذا شنو هي الطريقه اللي غادي نحيدوا من هذه الرائحه هذه؟ وهي الطريقه اللي هضرنا عليها، انكم الحلبه طحنوها تتولي غبار بحال هكا. انا راني ما طحنتهاش عاد بزاف، راه ممكن انكم طحنوها حتى كتولي يعني غبره. ملي كديروا غير معلقه واحده مع كيلو ديال الخبز، كيلو ديال الخبز راه بزاف، راه كيعطي واحد الكميه، كديروا معها غير معلقه واحده كافيه وما ديروش اكثر. لان يعني بالنسبه للتسمين انا جربت يعني ملعقه واحده راه كافيه انها تخدم معكم مزيان. اذا هذه هي الحلقه ديال هذا النهار، حلقه مهمه. الناس اللي باغيين يعني يعطيو التسمين يعني يسمنوا الارانب ديالهم سواء صغار او كبار. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، حلقه ان شاء الله مفيده. تكيو على زر جيم باش تساندونا باش القناه تزيد القدام، ما تنساوناش بزر جيم، وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.